احسن بروكونت اللي شفت في هذا العام. لقيتيه ميزات رائعه البنات، بحال هذه لا فابور تدير 8 اورو ديال الباركي ولا ديال الجليج، وكاينه هذه اللي تدير 55 اورو، راه في المكازين تدير تقريبا 230 اورو 250 اورو، تدير 55 اورو باقي جديده. وهاد الكراسه كيف تتشوفوا 10 اورو البياسه، وهادو تيديروا 6 اورو، وهاد العجانه تدير 5 اورو. المهم شي هميزات عشان نقول لكم البنات، خياليه الاثمنه زوينين، ولكن انا من 6 ونص ديال الصباح وانا في الجوطيه، يعني في هاد مارشي او بوس ولا بوكونت ولا كل واحد شنو تيقول ليها، شي عشان نقول لكم عامره بزاف، عامره 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 عامره، حيت اول مارشي بوس ديال هاد النهار ديال يعني في هاد العام. داكشي عندهم واعرين، عندهم لي بيسيكليت، عندهم كاين كلشي، كاين كلشي. انا بعدا بقيت غير حله فمي. المهم ان شاء الله في الفيديو الثاني غادي نبارطاجي معكم المشتريات اللي شريت، غادي ما غاديش تصدقوا، ما غاديش تصدقوني، الاثمنه قلت لكم خياليه. وهادشي اللي كان الكبيدات ديالي، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. بيان سور الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش غير بواحد الكومونتير يكون زوين، واحد القليب والبارطاج وواحد الحركه ليكسبلور. كثرت عليكم واقيله. المهم نتمنى يعجبكم غير هذا الفيديو. وهاد دي ديال الخياطه تدير 50 اورو، بطاطا صافي 50 اورو هي الكبيدات ديالي. والمهم هاد بروكونت كاينه في بيشفيخ حدايا، حدا اوغبوغفيخ، ما كامله حتى 5 دقائق يعني في لالزاس في النواحي ديال كولماخ، باش كلشي يفهمني. وغادي تبقى ان شاء الله حتى ل 17 بين 4 مع 4 ونص حتى ل 5 غادي يسدو، وديك الساعه غادي تلقاو كاع ديك الساعه ارخص من دابا. وهادشي اللي كاين، ودرت واحد الدوره وشريت بيان سور، حيت ما يمكنش كلتهم تشوف شي حاجه وعجبتهم غادي تشريها وبالثمن رخيص بزاف، ما كاين غير بين 50 سنتيم حتى ل 3 اورو 4 اورو غير في الحوايج. وبحال هادو ديال الدراري الصغار، هادي اللي محطوطه في الارض 10 اورو، وهاد لابوسيت تدير 30 اورو، وهادي تدير 5 اورو الخضراء. وانا بديت تنسولك الى عقلت، راه تنقولها لكم ما عقلتش هادشي اللي كان الكبيده دي. البنات اللي تيسولوا فينا هي الجوطيه كلتم، جيبي لينا الجوطيه. هاني جبت لكم الجوطيه الكبيده ديالي، كنت بغيت نحطها لكم البارح ولكن ما كانش عندي الوقت. ايوا هذه هي الجوطيه، نتمنى تعجبكم، والاثمنه كما العاده اثمنه خياليه البنات. اللي عقلت عليها راه غادي نقولها لكم. هذه تدير 8 اورو البنات، هذه ديال لاصالات، واللي ما عقلتش عليها راه ما نقدش نقولها لكم البنات. المهم من 10 سنتيم حتى ل 30 اورو. المهم كاينين شي حويجات يا سلام البنات. المهم غادي تشوفوا المشتريات ديالي اللي شريت، ونتمنى يعجبكم هاد الجوطيه. ونتمنى البنات اللي عندهم تيليشارجاو تيك توك مرحبا بكم عندي، اللي سميتني كلتم مغربيه في فرنسا، نفس صوره البروفيل ديال اليوتيوب، ومرحبا والف مرحبا. نتمنىكم تشجعوني حيت نحط بزاف تيك توك في الحقيقه على هنا. المهم هنا السي كان قالت لي 3 اورو 2 اورو 1 اورو اللي قالت لي، وهذيك لاسبيراتور اللي دازت البنات راه غادي نعطيكم الثمن ديالها اللي شريتها، شريتها ب 30 اورو، قالت لي 50 خلاتها لي ب 30 اورو. المهم واحد الجوطيه اللي ما عمرني شفتها في حياتي، احسن جوطيه، اول جوطيه في هذا العام اللي مشيت ليها لقيتها تبارك الله غزاله 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 بزاف بزاف. ونتمنى غير ما تنساونيش من البارطاج، وتعاونوني من التشجيع ديالكم باش يطلع الفيديو. كما قلت لكم الا ما كانش الفيديو فيه المشاهده راه ما بقيتش نقد باقي نحط لكم البنات، راه تجد الملل في الحقيقه، خاصكم تحسوا بيا كما تنقول لكم. وهاد لابوسيتا البنات تدير 30 اورو اللي تدير كيف تتشوفوها. المهم اوكازيون وشي حاجه زوينه يا البنات. وكاين اللي جوي ديال الدريات، وهذه المشايه تدير 5 اورو اللي تدير هاد المشايه ديال الدراري الصغار. المهم وديك الساعه نتوما راه متى تقول لكم 10 اورو 8 اورو 5 اورو راه تتنقصوا تتنقصوا معاهم يا البنات، يعني تتحاسبوا معاهم. وشفت هاد البالون في السماء اللي راكبين فيها الناس، قلت بلاتي نصورها لكم حتى هي. ها هو هما هاد الحويجات، الحوايج رخاصين في الحقيقه، ما كاين 10 سنتيم 20 سنتيم 1 اورو 2 اورو 50 سنتيم 3 اورو، في الحقيقه الحوايج رخاصين. وهاد لي بوسيت بحال هكاك عاديه راه تدير 5 اورو 6 اورو،
كل واحد كيفاش تيقول لها الثمن، وتنتناقشوا معاهم. الا قالت لك 10 اورو راه تنقول لها يا ناس 8 اورو 7 اورو على داكشي اللي قادر نخلص لي. والمهم هذه هي الجوط ديالي تتشوفوا، الا عجبتكم ما تنساونيش غير من تكتروا ليا من الكومونتيرات ديال البنات، وما تنساوش ليا غير اللايكات اللايكات. والناس جدادين مرحبا والف مرحبا، غير ما تنساونيش من الاشتراك ديالكم، الاشتراك باش غير تفرحوني، باش يكون عندنا واحد الكوراج. ما عرفت دابا الناس اللي ما عندهمش اليوتيوب راه ما غاديش يحسوا بيا شنو تنحس انايا، حيت التصوير المونتاج قطع هنا وزيد هنا وهضر من مورا الفيديو راه شويه صعيبه يا الكبيده ديالي. وهنا بانوا لي سبرديلات، قالت لي 2 اورو البياسه ولكن صغارين على ولدي في الحقيقه، حيت ولدي تبارك الله ولا تيلبس 36 37 وديك، وهذوك غير 33 35. اوه ما شوفوا شوفوا الديكور، شوفوا الطبيس الطبيسلات، راه كاين شي حاجه عطاوها ليا فابور، دابا نوريها لكم في الفيديو. وهنا بانت لي واحد القميجه، ولكن فاش مشيت شفتها لقيتها كبيره ال، وانا الله تنبس اس، وفي الحقيقه هذاك شي زوين. ومن بعد مشينا فطرنا انا وراجلي، تيعجبني الفطور فاش في الجوطيه بحال هكا كتعجبني في الحقيقه. ها صافي انا خديت بغيت تزير، راجلي شد واحد الكاطو ديال السيترون زوينه في الحقيقه. وهذه راه 7 ونص البنات، انا باقي دايخه، خرجنا مع ديك تقريبا مع ماشي نقول لكم 6 ونص هكاك ولا 7 6 6 وربع، والله ما عقلت على الوقت كاع معايش خرجنا. ايوا هادشي اللي كانت الكبيدات ديالي، كلشي كان هنايا. وشريت نيت واحد الريحه حتى نوريها لكم في الفيديو، يعني في المشتريات اللي شريت راه غادي نبارطاجيه معكم في نفس هذا الفيديو ان شاء الله الا قالها ربي. هانتوما ماشي زوين هادشي نقي، باش وحده حطات لي قالت لك الزباله، قلت لها لقيتي بعدا الزبل، ما عاد تهضري. خلاتها ليا يعني في التيك توك كتبتها ليا. كاينين الناس اللي تعجبهم يهضروا في الخايب، ما عرفتش باش ما يطيحوا من قيمتك، يعني تتشري غير الزبل في اوروبا بحال هكا كتبتها ليا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم الحمد لله انا ما قداش نشري جديد بالغلا، الحمد لله انا متواضعه، تمشي للجطي اختي نشري داكشي اللي عجبني ونشري داكشي اللي قاده عليه. هادشي اللي غنقول لكم الكبيدات ديالي. اليزا لقيت في البروكونت، شوفوا البنات شكون اللي تعرف هاد لامارك، هذا لامارك ديال دايزون اللي تعرفوها البنات. هادي شريتها قالت لي 50 اورو، قلت لها 30 اورو، خلاتها ليا ب 30، قلت لها ما كاينش عندي الكارونتي ولكن شارجيتها خدامه مزيان. اون بليس عندها الصح، قالت لي ما عمرني ما استعملتها، وفاش جيت حليت ليها هذا، اوبس دابا نهرسها، فاش جيت دابا حليت ليها هذا لقيتو باقي جديد البنات. كيف تتشوفوا ما كذبتش عليا، قالت لي ما استعملتهاش، وكيف تتشوفوا الماتيريال ديالها كاملين كاينين هنايا. وشريت واحد البارفان راجلي اللي شراها في الحقيقه، جيفونشي كيف تتعرفوا، واحد الريحه غزاله، انا اللي حليتها فاش جيت للدار. ها هي فيها واحد الريحه غزاله، ولكن انا بصراحه ماشي الكو ديالي هذا. وشريت واحد المونطيه البنات، ها هو شريتو ب2 اورو 50، يعني تقريبا 25 درهم 25 درهم. ها هو البنات، ولكن كما غلاضيت البنات في هذا رمضان خاصني نضعف، وعندها شويه هنايا طوال غادي نقطعهم ولا نخيطهم. وشريت واحد السبرديله ديال اديداس ب3 اورو، وشريت هذه باقي جديده، شريتها ب1 اورو، هي تدير 4 اورو، شريتها ب1 اورو. وشريت هذه البنات ديال التليفون ب2 اورو، المهم شريت 2 اورو، وهنايا كانت تدير 20 اورو يا البنات. فيها كل شيء باقي جديده ب2 اورو يا البنات. وهادو عطاتهم لي واحد السيده فاش شريت عندها المونطو، قالت لي واش بغيتيهم، قلت ليها لا، قالت لي اديهم اعطيهم شي واحد. المهم كاين الالوان البنات، كاين الصفر كاين الخضر كاين الزرق، ها هما. المهم ما عرفتش نعطيهم شي واحد وصافي، انا ما محتاجاهمش صافي. الكبيدات ديالي هادشي اللي كاين.